وللمزيد حول التطورات الميدانية تنضم إلينا من الخرطوم عبر الهاتف مراسلتنا درة جنبو. درة، أهلا بك، ما أبرز التطورات مساء هذا اليوم؟ خالد، مساء الخير. الآن القتال مستمر في وسط الخرطوم، واضح من أصوات المدفعية والأسلحة الثقيلة. كذلك كان هناك تحليق كثيف للطيران قبل نحو ساعتين في منطقة جنوبي الخرطوم، تحديدا في منطقة المدينة الرياضية التي انطلقت منها الطلقة الأولى في هذه المعارك المستمرة في يومها 13. حامد، هذا الوضع الآن يشكل خطورة حقيقية بسبب أن الخدمات في تراجع كبير جدا، والمواطنون رغم ذلك يحاولون المدنيون رغم ذلك يحاولون الفرار تحت هذا القصف. كانت هنالك الباصات السفرية التي تنقل الناس إلى خارج الخرطوم باتجاهات مختلفة متوفرة في هذا النهار في شارع 60 تحت هذا تحليق الطيران وتحت تبادل إطلاق النيران. هذا كانت الباصات موجودة، والمدنيون أيضا يتحركون في محاولة لإيجاد وجهة. الحقائب مكومة في الشارع على شارع 60، والمواطنون يحاولون التجمع، هم والأجانب يحاولون التجمع في هذه المنطقة للحصول على المواصلات التي توصلهم إلى وجهة محددة. في هذا يقوم سكان المنازل المجاورة بالتبرع بتقديم المياه لهؤلاء الأشخاص وتقديم ما يمكن ما يساعدهم في السفر. الناس يحضرون إلى هذا المكان وهم يحملون معهم عبوات المياه الجاهزة، مياه الصحة الجاهزة لأخذها معهم في الطريق. الكل ينصح بأن تأخذ معك ما ستأكل وما ستشرب وأنت مغادر، لأن كل هذه الأشياء تحصل عليها بصعوبة وبأزعار غالية جدا في الطريق. بلغ سعر طبق العدس في مدينة حلفة في هذه الأيام، طبق العدس الصغير بلغ سعره 5000 جنيه، بمعنى أنه يقارب سعر الدولار الواحد، وفعلا هو سعره دولار كامل. العدس من أرخص الأطعمة في السودان، لكنه في هذه الأيام بات عزيزا في هذه المناطق ولا يمكن الوصول إليه بسهولة. المواطنون والمدنيون طيب بشكل يعني عام درة، ماذا استفاد المواطنون من هذه الهدنة المعلنة طالما أن الاشتباكات ما تزال متواصلة وأيضا معاناتهم مستمرة؟ ما استفاده المواطنون أن عليهم أن يغادروا بأسرع ما يمكن. الجميع يفكر بأنه إن تأخر أكثر من ذلك لن تتوفر له هذه الفرصة مرة أخرى. البعض يحاول ممن صمم على البقاء يحاولون الحصول على مزيد من التموينات والمخزونات للبقاء على قيد الحياة في الفترة المقبلة، لكن في هذا بدأ السلب والنهب ينتشر في قلب المدينة. حتى في هذه المناطق تسرق السيارات، يهدد الشخص راكب في سيارته وتؤخذ منه، يؤخذ الهواتف. حتى في المناطق البعيدة مثل السوق الشعبي أم درمان، هو ليس بعيدا إنما كان في قلب أم درمان، السوق الشعبي أم درمان في المنطقة الصناعية القديمة. في هذه المنطقة تنهب مخازن المصانع، مصانع المواد الغذائية، مصانع تعبئة الزيوت، ومصانع البسكويت ومصانع الدقيق. هذه تنهب منذ بضعة أيام، تنهب على مرأى ومسمع من المارة. الشرطة اختفت تماما، لا أحد يعلم أين ذهبت الشرطة في هذا الوقت. أقسام الشرطة مغلقة، أبوابها مغلقة تماما بالكامل. كل شيء الآن في حالة انفلات. نعم طيب درة، يعني البعض استغل هذا الوضع، يعني حتى الذين يرغبون في الخروج والنزوح من الخرطوم يتعرضون إلى محاولات استغلال وابتزاز من بعض الذين يملكون وسائل النقل، بل حتى إنهم يتعرضون لأكثر من ذلك، يتعرضون لمحاولات النهب في المنافذ البريه. تحدثنا الى اشخاص كثيرين عبروا من منافذ بريه في الخرطوم تحديدا نحو الخرطوم جنوب ونحو الخرطوم شرق. في هذه المعابر كانت توجد عصابات النيجرز يحملون السواتير ويحملون السكاكين ويهددون المواطنين. يدفع لهم اصحاب الباصات السفريه والمركبات العامه، يدفعون لهم مقابل ان يسمحوا لهم بالمرور، ومقابل أن لا يصعدوا إلى السيارات وإلى الباصات ويأخذوا من المواطنين ممتلكاتهم. بدأت تظهر الأتاوات في هذه النقاط الحدودية التي يعبر منها البعض عبر الباصات السفرية، وفي هذا الوقت تكون نقاط ارتكاز الأطراف المتقاتلة موجودة.
لكن لا تقترب من هذه الأحداث كأنها لا تعنيها بأي حال من الأحوال. المواطنون الآن يخرجون من خطر إلى خطر، من منطقة خطر ثم ينتقلون إلى منطقة خطر آخر، لكن داخل الخرطوم ما دمت في حدود الخرطوم فالخطر قائم في كل لحظة حامد. نعم، درة جنبه من الخرطوم، شكرا جزيلا لك.